مش داخلين عليه. ورجعنا لكم تاني مع فقرة يمكن تكون متكررة، دايما بنجيب ناس تعمل منتجات طبيعية، بس أوعدكم أوعدكم إن النهاردة هتشوفوا حاجات لأول مرة تشوفوها في حياتكم. معايا ضيفة جاية لنا من السويس، بلد الروقان والجمال وليها صدى هناك مش طبيعي، يمكن مش في السويس بس، يعني أنا خلاص أنا من اللحظة دي أنا باخد منتجاتها. انا بقول لك اهو انا خلاص هتعامل معاها حقيقي، المنتجات شكلها محترم، حاجه مش موجوده ما شفتهاش قبل كده، تغليف ونتيجه وكل حاجه حلوه. خلوني ارحب بضيفتي الجميله جدا ايا محمد تومي، الشهيره بتومي، هي خبيره منتجات طبيعيه وصاحبه براند تومي ناتشرال كوزماتكس. عامله ايه؟ الحمد لله. ايه اللي انت عاملاه ده؟ حلويات. ده كلام ده اللي على الترابيزه ده مش اكل، دي منتجات، تخيلوا. عايزه بس بسرعه قولي لي انت وصلتي للمرحله دي ازاي؟ هي بالدراسه اولا طبعا، ولا سوري، بفضل ربنا اولا طبعا، ثانيا بالدراسه. من زمان يعني من صغري وانا من النوع اللي بينكب على العلم كده، اللي هو يسموه تحبي الدراسه. واحب ادور في الحاجات دي وكده. كمان المكان اللي انا اتنشأت فيه كان طبيعي جدا، ما كانش فيه اي حاجه ترفيهيه، كانش في اي وسائل راحه. كمان المدرسه عندنا كانت بتهتم بالزراعه، وكمان البيت كان فيه مكان للزراعه. حلو قوي. يعني انت الاعشاب اصلا حواليكي زرع ونباتات من وانا صغيره كنت القط حاجات كده واجرب حاجات، اطحن ورود، اطحن نعناع، اجرب تاثيره. يعني النعناع كان يريحني عشان انا عندي جيوب انفيه مثلا، استنشاق الروزميري، الكلام ده كله. فمع الوقت يعني نقع الاعشاب دي والزهور دي في الزيوت خلاني اصنع من الزيوت دي احولها لصابون في كل فايده الاعشاب وفي كل فايده الزهور اللي انا طبعا عارفاها من بدري. يعني مبقتش وصفات مبتدئه خلاص، وصلنا لوصفات شويه متطوره ولسه طبعا هنطور اكتر. طبعا العلم ما بيقفش عند حاجه معينه خالص. يعني في دماغي. انتي رائعه وكل حاجه عندك طبيعيه جدا. شكرا. مش كلام، مش بيجي لنا ناس كتير منتجات وبنقول طبعا الحاجه طبيعيه لان احنا مش اي حد بيكون موجود معانا، ولكن انا شايفه الحاجه. نتكلم عن منتجات دي بقى. اختراع يعني. ده مش كب كيك. لا دي كوبايه. ده ايه؟ كوبايه نزل منها رغوه، عليها رغوه من فوق. دي رغوه، دي طريه. عايزه اقول لكم يعني دي طريه مش ناشفه قوي. المنظر ده مشهور قوي في شرم الشيخ، في الغردقه، اماكن فيها سياح. الناس تخمن هي ايه ولا احنا نقول؟ انت قولي على طول. لا ولا يمكن يعرفوه، انا اول مره اشوفه. هي يعني اعتقد ان انا اول حد يعملها، ما اعرفش في حد كان عملها قبل كده ولا لا. انا بقى انا بستخدم على طول منتجات طبيعيه. لا ما شفتهاش. دي صابونه انا مدخله فيها انبيز، التخمر الكحولي للعنب. الله عليكي. وتقريبا يعني كان اول حد يستفيد بفوائد العنب، يعني كان الناس تطحنه مثلا تعمل منه ماسكات مقشره للبشره او مرطبه او الكلام ده يستفيدوا بيه، لكن لا، ده العنب متخمر وفيه كحول طبعا للتعقيم، والكحول كمان مفيد جدا على فكره كبشره او شعر. فعملت بنسبة منه صابون بنسبه معينه. حاطينه بالنسبه المظبوطه. كل حاجه في الصابون، مش معنى ان هي طبيعي يبقى هي عشوائيه، لا، كل حاجه في الصابون فيها نسب معينه. الزيوت بندرسها، بندرس الاوزان بتاعتها وبنحول الزيوت دي لصابون، فلازم نكون عاملين معادله بين الاثنين، بنحول الزيوت لصابون. وطبعا كل الصابون قدام حضرتك ده بيتساب 6 اسابيع عشان يتبخر، عشان كل نقطه زيت تتحول لصابون. يعني ده مش في يوم وليله، يعني انا مش لو عايزه اوردر هستلمه بكره. لا، ان الصابونه دي كانت زيت انا حولتها لصابونه، فهي لازم بتتبخر، كل نقطه بتتحول لتصبن، بيحصل لها تصبن تام. حلو قوي. اختراع يا كوتش. دي صابونة رز. صابونة الأرز.
محفور عليها الاسم بتاعي على فكره من الناحيه التانيه. اوكي تومي. عايزه بس اقول لكم ان الفتره اللي فاتت يعني كل البنات كانت بتاخد ميه الرز، وكان في ابتكار كده ان هو بيفتح و و و، وكانت الناس تشتكي ان بينشف البشره عشان وبيحمض هو ومحتاج مجهود ليله يعني. لا انا الرز اخدت ميته بعد طبخه طبعا، بس مش طبخه اللي هو بكميه يعني زي الرز اللي احنا بناكله طبعا، بطريقه ثانيه طريقه معينه خاصه بينا احنا. وميه الرز عملت منها برضو صابون الرز طبعا مع زيوت طبيعيه طبعا مش ميه بس يعني. تمام. حتى الميه اللي انا بستخدمها بتبقى ميه مكتره، مش الميه بتاعتنا العاديه، لا بتاعت الحنفيه ولا حتى المعدنيه، ما ينفعش ولا دي ولا دي، بتبقى الميه الماء المكتر هو اللي بيستخدم في صناعه الصابون. بالنسبه بالمناسبه ده الصابون على الطريقه البارده، لان الصابون فيه كذا نوع منه، في على الطريقه السخنه تستخدميه بعد يومين ثلاثه او اربعه، في صابون مغربي، وفي يعني كذا طريقه ثانيه لصناعه الصابون، فانا بفضل الطريقه البارده دايما في التصنيع عندي يعني. حلوة. في المعمل. صابونه الرز دي بتعمل ايه؟ دي بتدي، طب عارفه منتجات الكوريين لما يقولك بتبيض، هي في وقتها معنى بس يعني هو التبييض الفوري بتحصلي عليه من الصابونه دي. يا ربي يا ربي. بصوا بصوا هفهمكم، ده ورد، ده ورد مطحون، مش نوع واحد كمان، انواع مش كتير، مش نوع، الوان كتير وانواع. بصوا مجففه يدوي، انا اللي مجففه، انت اللي مجففه الورد، انا بلزق الورد على الحيطه ويفضل نازل لتحت في الشمس في البلكونه بتاعتي اللي فيها الحاجات بتاعتي لحد ما يجف تماما خالص، لونه ما بيتغيرش، مفيش حاجه فيه بتتغير، الخواص بتاعته بيفضل محتفظ بيها مكتسبها يعني. بصنع منها بقى الصابون بتاع الورد ده، نوع من انواع اللي عندي انا ما شاء الله، عندي اكتر من 66 نوع. ده سكراب للبشره، سكراب للجسم، بتلات الورد بتقشر طول ما هي ماشيه على البشره، بتقشر رائع، بتقشر خلايا جلد ميت، بتقشر اثار حبوب موجوده متراكمه، بتقشر اتربه في المسام متراكمه مثلا، غير ان الورد بيريح الست نفسيا يعني طبعا. طيب بصي يعني، عجبني فيكي وقلت لك كده قبل ما ندخل الهوا، الماده باينه يعني، مثلا اسمحوا لي دي فيها قرفه، القرفه باينه، دي فيها ورد، الورد باين طبعا، وفي ناس لما بتحطها مباشره على بشرتها بتتحسس منها، انا منهم. طبعا ما ينفعش، بغض النظر انها بتفتح تفتيح مش طبيعي، وحتى لو لو حد بيتحسس من القرفه لو اخذ الصابونه مش هتخليه يتحسس، عشان هي مدروسه كل حاجه فيها بنسبه يعني، القرفه ما ينفعش تكون كلها في الصابونه، هي على الوش بطريقه معينه. ريحتها كانها ورد طبعا، انا عماله اشم انا بحب الشم قوي على فكره، التحفه ريحه حلوه قوي. دي طبعا بتقشر وتفتح، دي للبشره الدهنيه، هي وصابونه الجلاكسي، في صابونه الجلاكسي برضو دي استنوا استنوا، بتنضف الدهون الزياده في البشره، لما نحط ايدينا على البشره وتطلع دهون بيضاء، دي بتنضفها تماما من غير ولا كشف دكتور. انا طبعا يعني اللي عايز يروح للدكتور ده بيبقى اختيار ومفيش مشكله، بس دي بتبقى حاجات سريعه للي ما عندهمش وقت مثلا يروحوا للدكاتره. ما شاء الله عندي الصابون نتايجه مش هقول مضمونه 100%، بس يعني بنسبه مثلا ايه 98. حلو. اللي بياخد صابونه بيبقى عليها مفعول بيلاقيه فيها. انا اللي بطلب ولا انا بقول لك المشكله؟ لا لا لا. عندي ولا بتكون الدنيا عامله ازاي؟ ما عنديش، ما عنديش حد، ما عنديش كلاينت يطلب الاوردر، انا اللي بحدد له الاوردر اللي ياخده، الصابون اللي ياخده بعد ما بشوف بشرته، سواء لو هو في بلد تانية، انا عندي يعني عملاء من محافظات كتير جدا من بلد تانية، بيبعت لي صورته، صوره بشرته بالتفاصيل اللي انا بطلبها منه، ببص عليها وبقول له ياخد ايه ويتعامل معاه ازاي، وبيكلمني تاني طبعا. انت بتتابعي يعني، انت مش بشتري المنتج وخلاص على كده؟ قبل بس ما نقول دي مجموعه، دي مجموعه ايه عشان نطلعهم واحده واحده كده ونحكي عنهم؟ المجموعه دي خاصه بمدينه دهب، لما روحتها عجبتني جدا، سامحيني هقطعها بعد اذنك عشان اوري لهم الحاجه، اشكر جوزي بقى عشان هو اللي بيوسحني لا احنا كلنا اللي بنشكر دي يعني ومخليكي هو مديكي مساحه ان انت تبتكري لنا، انت بتبتكري. رمله الدهب على الشط كانت جميله جدا بالنسبه لي، فعملت منها صابونه، اللوف اللي كان دي الصابونه حاطينه في عند العطارين في الوش كده، فعملت منه برضو صابونه جواها. انا هقول الصابون ده بايه في الاخر، ما تشويق بقى، دي للبشره ولا للجسم؟ لا ولا للجسم إيه؟ ناحيه مساج اللي هي دي السنون اللي فيها دي صابون دي برضو مساج، وناحيه لوفه طبيعيه متعقمه ومتعطره وكل حاجه يعني. اوكي. دي بقى اللي شبه الرمله،
صابونة هما مش سكر، هيشوفوها بس هي هي مليانة رملة. تفاصيلها تفاصيلها زي الرملة بتاعت دهب بالظبط، نفس الملمس ونفس الخشونة، نفس الحبيبات، كل حاجة. حلو الصابونة قوي. التالتة بقى زي استنى، السمك، لما حد بيعمل سنوركلينج هناك بيشوف السمك ده على على المية يعني. بصوا عاملة ايه، بصوا ربنا عاملة يخليكي والله. يا ربي، حتة حتة من الشعب المرجانية مقطوعة. هي حتة من المحافظة هناك يعني، عارفة الثلاث صابونات دول المفروض يبقى مكانهم هناك بصراحة، لو طول اعمل لهم. يا رب يكونوا باينين في الشاشة زي ما هم انا شايفاهم. ان شاء الله يبقى ده هناك بيعمل يعني. ايه؟ ريحتها فظيعة طبعا. بصي، هما الثلاث صابونات المادة الفعالة فيهم واحدة، عشان كده هما باكج مع بعض وانا مغلفاهم مع بعض. المادة دي اللي هي النيلة الزرقاء، النيلة الزرقاء. النيلة دي بتبقى نبتة تمام في الصحاري المغربية، بتنمو وبتنقع بطريقة معينة لحد ما يترسب بعد طحنها طبعا، بعد يترسب منها في الآخر اللي هو البودر الأزرق اللي احنا بناخد بنستخلصه ونصفيه تماما ويتعقم تماما، يبقى هو ده النيلة الزرقاء. ناس تقول دي الزهرة، لا هي مش الزهرة، مش الزهرة بتاعتنا بتاعت الهدوم، لا دي حاجة الزهرة تانية. بتستخلص منها من النبتة دي، بس مش بالطريقة بتاعتنا احنا. حاجة التجميل حاجة وحاجة العطارة حاجة يعني. ناس برضو تاخد من عند العطار ترمس مثلا مطحون تقولك هعمل بيه بشرتي، لا مش ده، مش ده المخصص لده، فاهميني؟ بس ده ايه مبدئيا؟ العلبة رائعة، ربنا يخليكي. التغليف دي حاجة خشب، اه ده ايه بقى؟ ده باكج للناس اللي لسه ما تعرفش المنتجات بتاعتي. تعرفش تومي؟ اه انا عايزه اوصل لكل الفئات، اللي من اول الاطفال، وانا طبعا عامله منتجات لكل الفئات هنقول العمريه عليها حتى دلوقتي عشان الناس انا هاخدها الكبيره منك وانا ماشي. ان شاء الله والله تحت خلاص. امرك. آه بس فالتستات دي هي احجام ميني من الصابون، كل الاحجام اللي ممكن تكون قدام حضرتك هي موجوده جوه، يعني الفيتامين سي، الرز، القرفه، الفحم. فهي حتى الاحمر اللي فيها ده مش حاجه ديكوريه كده، لا ده ملح متلون. حتى ده انتي ملونة؟ اه ده يا ملح. نهار، انتي ربنا حابه الموضوع يخليك. بزياده اه طبعا، بجد. اه طبعا، وبياخد مني طاقه كبيره في المذاكره يعني، مش من يوم وليله انا احلم وصلتي بوصفه كده؟ لا اصحى طبعا، اعملها يعني. والدي حلو. هو اللي ليه طبعا الفضل الاولاني. بصي، احنا كان والدي كان عنده المذاكره دي شيء مقدس يعني، ممكن ما نتفسحش، ما نروحش في حته، نقعد في البيت يكفي انه نذاكر وبس. ربكم في اه طبعا، طبيعه اه طبعا، نظيفه اه طبعا. ما فيهاش تلوث وما وودنا فيهاش اي حاجه مدارس مضره. حلوه وغاليه مع ان امكانيات ما كانتش سامحه وقتها. ربنا يخليه لك يا يا رب. رب يا رب انا بوجه له تحيه طبعا. ربنا يا يخليك رب يا ليها رب. ان انت مطلع لنا يا حاجه رب او يخليكي، شخصيه عامله كده. ربنا يخليكي. ده ايه؟ ده دي تورته يا ربي. هو اه فعلا اسمه صابون تورته. هو دي كانت تورتايه كبيره وانا قطعتها لشرايح، عشان كده انا مسميه بالاسم ده. بتعمل ايه؟ دي الاثار الحبوب، دي انتي محترمه. للاثار بس. بتعمل ايه بقى للحبوب؟ بصي، لا للاثار بتاعتها، لما الحبوب بتكون يعني بشره خاليه من الحبوب وفيها اثار او تصبغات خفيفه تمام. تمام. الصابونه بتنضف الاثار في خلال 3 ل 4 اسابيع استخدام، ممكن لحد 6 اسابيع، لان طبعا الاثار دي تصبغات في البشره، بقى لها فترة. مش سحر يعني. حلو قوي. فاهماني؟ في حاجة هنا للحبوب، اه، فين في بقى؟ للتقشير في صابون الملح، وللحبوب في صابون القرفه وصابون الجلاكسي. فين بتاعة الحبوب دي؟ ايه دي دي؟ صابون الملح، ملح الهيمالايا. الهيمالايا. اه يا جامد. هو تمام. في منه دي نوعين، بتعمل ايه؟ ناعم وخشن، فانا عاملاه بالناعم، لكن التزيين بره الديكور بتاع الصابونه نفسها بالملح الخشن. طب دي بتعمل، دي مقشر طبعا، دي طالما ملح تقشير مقشر. للناس اللي بشرتهم بيبقى فيها خلايا جلد ميت خارجه بره البشره كده بتضايقهم، يحط ايدهم على مكان معين في البشره يلاقوه خشن وبيطلع في ايدهم خلايا من خلايا بتاعت بشرتهم، دي بتشيلها تماما. يعني بيستخدموها مرتين بس في الاسبوع، مش كل يوم. حلو عامة قوي. الصابون كله ليه مواعيد، مش مش يلا بينا، لا في طريقة للاستخدام. اه صح. تمام. دي مش هقول لكم هي عامله ازاي، هي مبدئيا بني، وهنا في اكل، في حاجه يعني، انا قلت اكل هو مش اكل. ده ايه؟ دي صابونة شوكولاتة، هي معمولة فعلا حلو. من الكاكاو، ده كاكاو. ومعمولة من زبدة الشيا، معمولة من زيت اللوز تمام، معمولة من الشوفان. كل الحاجات دي مع بعض ميكس معين. الصابونة دي ما ينفعش حد يشتريها خالص خالص من غير ما انا اللي اقول له، يعني لان انا ما ينفعش اطلبها منك كده؟ لا لا لا، حتى في السيلر عندي اللي هي البنت يعني، ما ينفعش ان هي تطلعها. تطلعها ابدا لحد لما انا اللي اقول له. دي بتكون مخصصة للبشرة اللي فيها يعني، ربنا يحفظنا، الدمامل اللي في البشرة اللي بتوجع الشخص حتى وهو نايم، سواء ولد او بنت. انا يعني الصابونة دي عالجت شباب، عالجت بنات، عالجت سيدات. ما كانوش مصدقين مفعولها.
يعني اللي صرفوه على الادويه ومراهم طبعا. لا لا يعني ما شاء الله عليها. تمام. قلت لي ان هي في الاول بتعمل ايه عشان ما حدش يتخض؟ احنا لا انا بفهم العميله كل حاجه من بعد ما بيوصل لها الحاجه بالظبط، بتكلم معاها مثلا الصابونه دي بالذات بتكتر الحبوب في البشره جدا. بتكتر الحبوب في الاول؟ اه طبعا. هي الصابونه بتجيب لك حبوب من بره تحطها في بشرتك؟ لا، الحبوب دي جت منين؟ النسيج الداخلي في البشره تنظف الدهون دي والحبوب دي اتطردت على السطح بره. حلو. لما اتطردت على السطح البشره اتملت حبوب اللي كانت اصلا جوه البشره متخبيه. تمام. جوه الصابونه مثلا بتقعد لها يعني مثلا اسبوع او 5 ايام تنظف النسيج الداخلي، بعد كده اللي على السطح كله بره بيصفى خلاص بيبتدي ينضف. الصابونه دي ما شاء الله عالجت يعني مش عايزه اقول لك اكتر من 30 عميل كان صرف على الادويه كتير جدا جدا وكان يائس قوي يعني، ومنهم شباب مش احنا هنجرب وهنقول لك يعني. احنا هنسيبك كده. نورتيني يا تومي. مش هقول لك ايه عشان عارفه تحبي اسم تومي جدا. اسم بابا المنتجات اكتر بكتير من وقت الحلقه للاسف، وانا نفسي كنا نتكلم عليها كلها بس انتوا شايفينها انتوا لما تكلموها، لان ده جزء صغير من فئه صغيره عندها، يعني عندها حاجات للبشره وللجسم وللشعر وحاجات انبات و و و. بجد انت رائعه، نورتيني نورتيني جدا جدا. ان شاء الله يكون في حلقات تانية نتكلم فيها عن بقيه المنتجات باذن الله. قبل ما اختم بس بسرعه هختم الميك اب ارتست بتاعت النهارده دينا سعيد. ودينا سعيد مش هي معده البرنامج، هي الميك اب ارتست الرائعه اللي كانت معانا الحلقه اللي فاتت، وحقيقي من كتر ما شغلها كان رائع كان لازم ان انا استغلها وتكون معانا في حلقه تعملي الميك اب. بشكرها لان هي اتبهدلت طبعا وسابت ولادها وجات لي من اخر الدنيا عشان خاطر تعملي الميك اب. يا رب دايما تعباكي، ويا رب دايما متفوقه، ويا رب دايما متميزه في مجالك يا دينا. للاسف الحلقه خلصت، ومعرفش الوقت بيعدي بسرعه ليه معاكم، وانا متضايقه طبعا، بس ان شاء الله ان شاء الله الحلقه الجايه تكون احلى واحلى. استنونا كل يوم خميس الساعه 2 في برنامج حكايه نجاح. كانت معاكم كريستينا جمال.